وسهلا بك. هل يجوز صلاة التراويح بالسور القصيرة أو القراءة من المصحف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه، ثم اتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تثبيته، وصلى الله تبارك وتعالى على خير الرجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكل عام وحضراتكم بألف خير. شوفي حياتك، لا حرج فإن يصلي المصلي بقصار السور. طبعا الأولى إن إحنا نقرأ المصحف كله أو القرآن كله لو إحنا تيسر لنا هذا الأمر، لكن لو لم يتيسر هذا الأمر فالموضوع متسع، ممكن يقرأ بقصار السور أو يقرأ من اللي هو حفظه من القرآن. إذا استطاع إن هو يحمل المصحف يحمل المصحف ويصلي، بما إنها تراويح يعني نافلة، يجوز له أن يصلي بالمصحف ويضع جنبه كرسي أو يضع جنبه شيء يضع عليه المصحف وهو يركع ويسجد، مع عدم كثرة الحركة في الصلاة. لكن الفرد ما ينفعش نقرأ من المصحف؟ لا، في الفرد لا، في الفرد يقرأ بما يحفظ. هل قراءة القرآن من الهاتف لها ثواب القراءة من المصحف؟ والله لم يستدل على أن قراءة القرآن من الجوال تقل عن القراءة في المصحف. طبعا النظر إلى المصحف في حد ذاته عبادة، يعني أن الواحد يقرأ حتى لو حافظ القرآن يمسك المصحف ويقرأ من المصحف، لأن النظر فيه عبادة، لكن لم يستدل على أن الأجر أو الثواب أقل في القراءة من الجوال. رب العزة سبحانه وتعالى بيقول في كتاب العزيز ورتل القرآن ترتيلا. طيب السماع أو الهمس برضو ليه؟ سماع القرآن، سماع القرآن هناخد عليه الأجر، يعني لو حط جنبي الجوال أو حط جنبي إذاعة القرآن الكريم أو حتى حاجة بسمع منها القرآن وبأنصت لهذا القرآن، طبعا هاخد الأجر إن شاء الله بإذن الله.